السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بألف صحة وعافية في هذا اليوم المشرق وفي هذه الطبيعة الخلابة. حبيت أني أناقش معكم موضوع مهم وهو الأمل. بماذا يرتبط الأمل لديكم؟ أتمنى أن تجدوا الإجابة على هذا السؤال، لأننا بدون أمل لا نستطيع أن نعيش، فيجب أن يكون لدينا أمل كل يوم. الأمل في الحياة، الأمل في النجاح، الأمل في الاستقرار، الأمل في الحب، الأمل في السعادة، حتى نستطيع الاستمرار وحتى نستطيع العيش في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها كل واحد منا. فالحياة بدون أمل ستكون صعبة ولن نستطيع أبدا الاستمرار وعيش حتى يوم واحد. فالأمل في غد مشرق جميل يملأه الحب والمودة والسلام، وأيضا النجاح مهم، والاستقرار النفسي والعاطفي أيضا مهمان. فأتمنى أن يكون لكم أمل، وأيضا أن تبحثوا عن معنى الأمل لديكم. صباح جميل، صباح مشرق، وإلى اللقاء في فيديو مقبل بإذن الله. سأترككم مع شجرة التفاح الجميلة هذه. إلى اللقاء، باي.